هنا ذهب المغني إلى نغمة الأرواح وقطعة العشيش بلفظة وياي، وهي بيات على درجة النوى. وبهار وهجار وبلبل وبلبل ويمام غربة إمانا بعد نغمة الأورفة تأتي هنا نغمة المخالة، وهي مصورة على درجة المحية. يا عيني لو تشفتم الأمايا
بعد نغمة المخالف التي استمعتم إليها سيواصل المغني الغناء بنغمة الأورف، وسيعمل قطعة من الدشت على درجة النوع. ترشفتم إلا ما هو رحيقا لبراني من لشفاني من علتي وسقامي. براني من علتي وسقامي. من مغيد علي ايام لهو اعقبتنا عن وصلها بانصرامي بالأحلام.
آه